يا بنتي ده بتشيليه ايه؟ ده هو قدك اصلا. لا بشيله. بتشيليه ايه؟ هيقع منك يخرب دماغك. لا مش هيقع. متاكده؟ حبايب قلبي انا عارفه ان الفيديو بدا من قبل ما نتكلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشتونا جدا جدا جدا. طلبتوا طبعا تصوير. بص بتعمل ايه يا بنتي؟ بتعمل ايه في الواد؟ بجيب يا دي نمر. انت اتبهدلتي في البيت ده قوي. كرامتك بتتبهدل وانت مش عارف تاخد حقك. يلا اوعى يقع منك. يلا بجيب. شاطر. برافو. انت حاسين ان انت واصل بمجهودك؟ لا لا اوعى يقع على دماغه. سنيدي يا بنت سبيه. لا لا بس سنيدي ماسه يا عم. عم زي الصرصور بيتقلب على ظهره والله العظيم. بصي يا ماسه. بصي يا ماسه يا بنت. يا ماسه سيبيه. سيبيه يا ماسه. سيبيه يا قلبي. لا يا ماسه. لا يا رنور انزلي خد حق اخوك. طول اليوم كده يا جماعه. لا يا ماسه. لا يا ماسه. لا يا ماسه خلاص. بصي وحيد الله عشان خاطر. استني سيبيه. سيبيه انا خلاص مسكته. تلعبي معانا؟ عايز تلعبي معاهم؟ طب يلا عشان نلعب مع بعضينا كلنا. يلا جاهزه؟ تعالي بس ماما تقول لك اللعبه هتبقى عباره عن ايه. تعالي اقفي قدام ماما. سربي العيال الصغيره دي وتعالي نتكلم مع ماسه العقله الرزينه اللي بتفهم. لما نبدا الفيديو الواد اتشلوح. ماسو وقعته وقعه. يلا الحمد لله. بصي بقى عنده زوبي الصلاه. عارفه يلا بتبصي بتصلحيه انت كده. لا خلاص يعني اتكسرت دماغ الواد وتيجي تصلحيه. خلاص 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 هو متصالح. هو مرضي. هو مرضي خلاص. هو زي الفل ومرضي. دي نوع صغننه. انت عايزه حاجه اكبر منها؟ انت عايزه تفتحي دماغه بقى ولا ايه؟ لا لا ده اخوك حبيبك. انت تقولي سوري يا جونجا عشان يعني يفتح دماغه. ايوه يعني تفتح باب دماغه. لا يا حبيبتي سستة. سستة ايه يا شنطة؟ هو شكله فيديو من اوله. في ايه؟ نور. نور بتطلع السلم. تعالى شوفها. نور بتعمل ايه؟ سيبيها سيبيها يخرب بيت دماغك. ده هو شكله فيديو بقى لما ربنا. نمرة. بتعرف تطلع السلم؟ لا أول مرة. بتعملي إيه يا صغننة؟ رايحة فين؟ الله أكبر عليكم ما شاء الله. رايحة لأوضة. يا رايحة فين؟ رايحة لأوضة. هي عارفة أوضتها فين؟ إيه. الله أكبر عليك. رايحة فين يا نورة؟ رايحة أوضتها. يا لهوي يا ميزو ميزو. ما شاء الله عليك. وأنت مش هتتحرك من مكانك النهاردة؟ لا استني. لا 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 ما تقدريش تمسكيها. ما شاء الله. الله اكبر عليكي. الله اكبر عليكي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه طلع برضه. ايوه خدي بالك. تراحة فين يا نور؟ ماسه انت سايبها. تعال نحاول معاه. اقسم بالله ما كنا نصور الفيديو ده اصلا. استنى استنى. تعال. الله اكبر عليك. استنى استنى استنى. انت رايحه فين قولي لي؟ يعني كلمي عن نفسك شويه على بتعمليه. لا لا ايوه عشان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر عليك. بص بص. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر عليكم. الله اكبر. الله اكبر. اقسم بالله اول مره يطلع ويتحرك. استنى استنى. طب بقول لك ايه بقول لك ايه؟ تيجي نعمل بيهم تحدي اللي يوصل الاول توعاه. والله العظيم. الله اكبر عليكم. ما شاء الله عليكم. استني انت رايحه فين؟ استني خد اخوك معاكي. بص بص اقول لي حاجه. والله العظيم هنعمل التحدي ده. يا ابني انا مش عارف والله كان هيقعد دلوقتي. استني بص بص. الله اكبر عليكم ما شاء الله. اقسم بالله ما كنا نعمل الفيديو ده اصلا. كنا نلعب لعبه نيتنا استغمايه. اه والله العظيم كنا هنلعب لعبه عاوز استغمايه ونلعب مع بعضينا وبتاع. لقيت الموضوع مختلف. بقول لكم ايه؟ نمر بينادي عليك بيقول لك ايه؟ بقول لك هنعمل بيهم تحدي هما الاثنين. هنشوف في مين فيهم اول حد هيطلع على السلم. اتفقنا؟ والله العظيم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اقسم بالله اول مره البي يطلع على السلم اصلا ويتحرك الحركه دي. ما شاء الله عليك. تعال نعمل دلوقتي تحدي. شجع نوره. هتشجعي نوره؟ اه. وانا هشجع جونيور. انا هشجع نوره. وانا هشجع النمر. وانا هشجع نوره. انا هشجع نوره. يعني كلكم البنات بيشجع البنات. خد يا بابي خد غير. طب ما احناش غير بعض. انا هديك شويه تعليمات. بص انا هحطك دلوقتي على السلم تطير. شايف السلم؟ هو انت عشان معاك التصوير يعني. بصوا يا جماعه ان شاء الله فريق البنات اللي هيفوز. بقول لك ركز ركز بالله عليك. هتصغرنا في وسط الناس تطلع على السلم. نمر النمور انا عايزك تطلع على السلم رهوان. عارف يعني ايه رهوان؟ بص النور بتفكر.
هتطلعي انت انا ورا. بقول لك ايه، خلي اخوك يكسب. ها هسالكوا سؤال ونشوف مين فيهم اللي هيجاوب، مين فيهم اللي اكبر، مين فيهم يعني اللي اتولد يعني الاول، مين اللي اتولد قبل التاني بخمس دقايق، هيرانور ولا نمر. الفكره اللي هيجاوب صح بقى له 1000 جنيه فودافون كاش. ايه رايك؟ 1000 جنيه موافق. صعب السؤال شويه، قول الفرق ما بينهم وقت قد ايه، مين فيهم اتولد الاول والفرق ما بينهم وقت قد ايه. جاهزين؟ متحمسين؟ اول حاجه عايزين نامنهم على قد ما نقدر. انت من ظهرهم وانا من وشهم، وماسه تعمل نفسهم بقى، تعمل نفسها سجاده مخده صغيره تتصرف. عايز اقول لكم يا جماعه، الناس اللي بتخاف على اولادها لو عندهم سلم عودوهم يطلعوا وينزلوا عليه، ده الاحسن من ان تقعدوا تحطوا وترتبوا حاجات. يعني احنا عملنا كده بفضل الله مع ماسه في الاول، بدانا نطلع وننزل معاه، نطلع وننزل لحد ما تتعود. لكن ما تحطوش حواجز، لانه مسيرهم هيطلعوا، فاهمين؟ فعشان بيجي لي كتير حطي حواجز على السلم تحت وحواجز على السلم فوق. لا يا جماعه، نعودهم يطلعوا احسن. فالنهارده الحمد لله نستغل ان هم النهارده بالذات نمر اول مره يطلع السلم، ونجرب نحاول نبقى معاهم تاتا تاتا كده لحد ما يطلعوا، نشوف مين اللي هيفوز. طب استنى نسميهم فريقين. ماشي. نسمي فريق الاولاد ايه؟ نسميه فريق النمور. فريق النمور وفريق الهيرانور. لا لا، فريق النمور وفريق النور. فريق النور. ايوه حلو. فريق النمور وفريق النور. اتفقنا؟ وده ولد. بجد؟ بتشجعي مين؟ لا ده مش ولد عادي، ده راجل. ده ايه؟ راجل. ايوه راجل، ابن راجل. وبابا ايه؟ بابا راجل. وماما؟ ماما راجل. وهيرانور؟ هيرانور ايه؟ يا ماسا راجل. صح يا مظبوط. ماسا عايزك تحافظي على اخواتك، تأمني معايا ماشي؟ هضيع. تضيعيهم ايه؟ انا عايزك تاخدي بالك لحد فيهم يقعد. هم العاب. هم العابك؟ احيل. يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنبدا المباراه ما بين فرقه النمور لا 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 لا، هنا في خم. نزلت الواد درجه والله ابدا، نزلت الواد درجه عن البنت. قولي جونيور جونيور ماشي؟ قولي اطلع يا جونيور. يلا يا نادر. يلا بسم الله. لا بص، البنت برضو متقدمه خطوه. انا شايف والله انت منحازه. نزلي البنت وقدمي الواد خطوه. ابوس في خادك، حركها شويه. يا ابو الأمار قومي يلا. بقول لك ايه، امني وراهم. ها؟ يلا يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم جونيور، قوم نفسك، شد نفسك، اوف في صدرك. يا الله اكبر عليك، يا تتحرك يا اليوم بيخلص يا ابني، اتحرك. تبقى اعمل لك كوبايه شاي. البنت قربت توصل. ايوه كده، اتحرك اخيرا. صباح الخير. هعمل لك كوبايه شاي. يعني انا ما انت بتعيق نوره. تعالي الله اكبر عليك لسه يا دي يا جونيور. قوم انت لسه لحد دلوقتي في اول درجه. الواد ما اما فين الموهبه اللي عندك يا ابني؟ ابوس ايديك، انت بتعمل ايه على السلم؟ انزل يخرب بيت دماغك. تعالي اخوكي جاي وراك. اخوكي طلع درجه، خدي بالك. هيرانور ما طلعش تاني. يا دي اتحرك يا هيرانور. فازت هيرانور. فازت يا دي، اعمل حركه لوجه الله. يا دي انت حركتك في الدنيا ليه يا ابني؟ اتحرك. بتضحك على ايه يا نمر؟ هيرانور خلاص انت كسبتي. احب اقول لك الف الف مبروك، طلعتي سلمه وده بدايه النجاح. بدايه النجاح سلمه معروفه ولا يشغلك. ها ايه يا عم انت عملت مجهود ملوش اي داعي. هو بص لي حاجه، هو بيطلع في نيته. طب بص اقول حاجه، هنديك فرصه ثانيه. بص هنديله فرصه كمان. نديله فرصه كمان. تديله فرصه ايه؟ ده الفرصه الاولى ما استغلهاش. طلع سلمه هيعمل ايه؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ على فكره انا اللي مسكت بايده عشان اطلع. يعني شويه عملها مجهوده عادي. نفضل ورا لحد ما يعملها. انت يعني تقريبا الكاميرا لقطته في الاول دي كان بالغلط يعني. دي كانت جرافيكس يا جماعه. ما طلعش اول مره لوحده. لا والله يا جماعه هو طلع، بس مش عارفه هو تعب برضه موجود عليه. احنا نحطه تاني وينسب اللي واخده. لا لا بص، هنعمل مسابقه ثانيه. يلا نعمل مسابقه ثانيه. بسم الله. يلا يلا خليكي ماس، خليكي ماس. يلا قوموا. بسم الله بسم الله. يا مسهل. بص يا يا ابني اتحرك يا ابني، انت عمال تتكلم في البيت وتعاكسها. اطلع يا ابني اطلع، انت ما اتحركتش من مكانك، انت بتضحكنا من تحت. هو فرحان باخواته فاهم. ابوس لاختك، اطلع اعمل حاجه تخليني فخور بيك اليوم الدين. ها ايه؟ قومي يلا عشان هيرانور. احب اقول لك الف الف مبروك، اخوكي مفيش منه امل. ها
ها ايه اطلع على ما عطلها لك يا اللي ما عندكش دم. اعمل لك ايه تاني؟ اقطع نفسي عشانك. ايه ايه ده انت ما كسبتش نفسي مكانك. طيب بص هقول لك حاجه، نرجعوا الاول واحده، يمكن اول واحده قصيره يطلع. واحنا هنحسب له اول واحده بس يعني من الاخر الواد ما بيتحركش من مكانه. نجربه لان المنافس بتاعه هو نفسه. يلا الله اكبر عليك. يلا جوني ما شاء الله عليك يا ابني، عيني عليك برده يا ولدي. جوني الله اطلع ابوس ايدك، شلت لك كل الاغصان بقت لوحدك، لان الواد هو المنافس بتاعه الوحيد هو نفسه، فقلنا نلعبه مع نفسه. يا جونيور قوم، انت بقيت لوحدك اكسب نفسك. طيب طب وانت نايم على المخده كده بالليل هتحس بايه؟ يا تقوم. ايوه هي ايه اتحرك. وماسه دلوقتي هتبوس اختها عشان كسبت. الف الف مبروك، الف مبروك. ايوه وانزلي بوسي على دماغ اخوك قولي له الله يحن عليك. كده يا جماعه فريق البنات فاز بجداره، مبروك يا نوره. اول حاجه بحمد ربنا اللي في حد اهم حاجه من حد من عيالي كسب. الحمد لله اللي هم ما دخلوش تحديات مع حد وناس غريبه. احب اقول لك ربنا سامحك، عرتنا يا اللي ما عندكش دم، يا اللي فاكر السلم من السباق اللي تحت ما اتحركش من مكانك. ايه اللي عطلك؟ عندك خشونه في الركبه؟ عرفني. مفاصلك فيها مشكله؟ فهمني. لكن ما ها ايه يا ابني انت فرحان اكنك انت اللي كسبت؟ انت ما اتحركتش من مكانك. انت ما اتحركتش. انا مقدر الحماس. ما شاء الله عليك. واضح يا نمر انه بيتحمس بس عارف. بص اول حاجه ماسا ايه رايك في اخوك واللي هو النهارده كسب الحمد لله خد المركز 18؟ هو كسب وفرحان. هو كسب وفرحان، هو كسب صلاه النبي. عارف يا نمر ده بالظبط زيك لما بتخسر في تحدي وتعمل نفسك فرحان. هو ده. عايزه اقول لك ان انت قلبه الوحيد اللي نزل السلم ما طلعهوش. والله ما رضاش يطلعوا. الحكم كلها بتقول لك اطلع السلمه واحده واحده، انت ما طلعتهاش اصلا. انت نزلت السلمه واحده واحده. الف الف مبروك المتسابقه الزقزوقه هيرا نور بتطير. امسكي بنتك. بص يا نمر بما انه ما نجحش في المسابقه الاولى نعمل له مسابقه ثانيه، ايه رايك؟ ايه مسابقه ايه؟ مسابقه الزحف. ايه الزحف دي؟ اللي هي يحبوا يعني. يحبوا يزحفوا يعني؟ اه يزحفوا. والله ما يتحرك مكانه. نحط الاثنين ونشوف مين الاسرع، ايه رايك؟ تعال نجرب. يلا نجرب. مسابقه رقم اثنين، مين هيزرق حاف اسرع؟ يلا يلا. يلا واحد. يلا يلا يلا. الله اكبر عليك يا ماسة. اوعي يا ماسة عامله زي التوك توك الصغنن. الف مبروك. اخيرا عملت حاجه. الحمد لله. الحمد لله وصفتني يا ابني بحاجه. الحمد لله ربنا نصرنا. انت راجع لنقطه الصفر تاني. انت مش فرحان؟ تعال هنا يلا. انت ايه مش وش فرحه؟ انت مش وش فرحه؟ انت صعبان عليك ان انت كسبان؟ انزل إيه؟ انت صعبان انك كسبت ترجع تاني بسرعه؟ نعمل الجهه دي بسرعه. ايه يا نوره؟ ايه يا نوره؟ الله اكبر عليك يا ابني. كسبت كسبت. اوعي انت كسبانه اصلا. انا دخلتكم سابت الخيل، انت مالكيش دعوه بالموضوع. ازاي؟ تعالى نشوف جونيور. الله كسبت. الف الف مبروك يا استاذ جونيور. احب اقول لك انت الحمد لله كسبت في التحدي. جونيور يا ابني افرح يا ابني معانا، انت اللي كسبانه ولدي. بصوا كده الحمد لله خلص. سيبكم من الفيديو اللي بتشوفوه كواليس بجد مميته. العيال خلصوا عليا ولا انا؟ والله انا شايفين انا في الارض انا ونمر دلوقتي. كل واحد له دماغه وله اتجاهاته وله افكار. وسويت وده بيعيط والتاني عايز ياكل. اللي هيقول لنا صوروا مع العيال تاني انا هعمله بلوك. ويلا